السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأخواتي وبناتي وكل اللي متابعيني، وأهلا وسهلا لأول مرة يشوف القناة ويشترك فيها بإذن الله تعالى. قناة بكل سهولة وبساطة، ما تنسوش تدوسوا على الجرس ليصلكم كل جديد، وكمان ما تنسونيش في اللايك والشير إذا عجبكم الفيديو. إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هعمل لكم جيبة سريعة جدا، يعني يعتبر أسهل وأسهل وأشيك جيبة ببلاش. أيوة ببلاش، من دولابنا الحاجات اللي مركونة عندنا. احنا انا مثلا دي جيب دي الجيبه دي هعملها من جلابيه مركونه في الدولاب. احنا عندنا الجلابيات او العبايات بتبقى مركونه في الدولاب، ممكن تكون اسرت علينا من الغسيل، ممكن تكون ضاقت من تحت الباط، ممكن شكلها ما بقاش يعجبنا كجلابيه بيتي. في اسباب كتير تخليك ان ممكن تركني الحاجه ولسه جديده ما فيهاش اي عيب، يعني ما القماشه بتاعتها كويسه. دلوقتي بقى انا اخترت الجلابيه من الدولاب بتاعي وعاملها جيبه جميله جدا وسهله، يعني فوق ما تتصوروا. وكمان القماشه دي طالعه، يعتبر الجيبات والموديلات اللي طالعه دلوقتي يعتبر زي القماشه دي. فالواحد لما تيجي تختاري من دولابك اختاري الحاجات اللي تعمليها عشان خروج او هتعيدي تدويرها انها تنفع تشتغلي فيها. القماشه دي يعتبر دلوقتي موجوده في الموديلات الصيفي الجديده اللي طالعه ديك، طبعا بصراحه قصيره عليها شويه والكم، فانا كنت ركنها للسبب ده انها قصيره عليا والكم، فازاي قصيره وازاي هتبقى في كم في نفس الوقت مش راكبين على بعض، فعشان كده ركنتها. بس دلوقتي هستعملها بقى، هعملها جيبه جميله وسهله جدا، مفيش اسهل من كده. هي الجلابيه دي كان ليها بصراحه سيلتين او جيبين زي ما بيسموهم، فانا مش عايزه اخسرهم برضه، عايزاهم يبقوا في الجيبه. فانا اللي هعمله ايه، ان انا هجيب الجيبه كده من فوق الجلابيه من فوق الجيوب وهقص. انا قلت لكم انها قصيره عليا. طب انا لو عندي وعايزه استغل برضو، لو عندي جلابيه او عبايه وعايزه استغل الجيوب بتاعتها كده برضو زي ما انا هعمل وطلعت طويله عليا شويه، ممكن اقصر الطول من تحت شويه. فدلوقتي بقى انا المفروض ان انا هظبط من فوق الجيوب كده، هقص بكل سهوله جيوبها اهي. فانا هقص ايه، هعمل حساب ان انا هركب لها ايه، هاتني من فوق وهركب لها يعني عشان تكمل الجيبه من فوق. فانا هقص كده، هقص الجزء ده كده بسم الله، مش عارفه باين في التصوير. انا سبت حته ان انا هعملها ايه، هعملها زي كامر كده بسم الله، هظبط انا بقى واقصها كويس. بصي يا حبايبي، انا قصيتها طبعا من فوق اهي، الجزء اللي انا هستغنى عنه ده مش عايزاه. قلت لكم ان انا قصيت من فوق قوي كده، هي قصيره وكمان عايزه استغل الجيوب اللي فيها دي ما تبقى في الجيبه. كده يعتبر الجيبه شبه جاهزه خلاص. طبعا هعمل ايه، طبعا الموضوع ده مش محتاج مكنه خياطه ولا حاجه، كل اللي هعمله ان انا همسك الجزء ده، همسك من هنا من جنب الخياطه كده من فوق الجيب، وهاتني تهنيتين فوق بعض، ادي واحد يعني تانية صغننه كده عشان الخياطه تبقى من جوه نظيفه، والتانيه اهي كده عليها اهي، يعني اهي في التصوير عشان تبان ما كانتش باينه اهي. وهاتني ايه، يعني هعمل كده باكيت بنطلون او الجزء اللي بيتحط فيه الاستك. تمام اهي، والجيبات الجاهزه دلوقتي بتبقى بالشكل ده، شفتوا اسهل من كده. بقى هخيط بقى ايه الجزء ده كله، خيطيها بخيط لونها او بغرزه سهله قوي ممكن ما تبانش، وفي نفس الوقت لو انت مش هاويه خياطه او اي حاجه أو حاجات الخياطه دي وعايزه تعمليها مش لازم تكوني هاويه ولا حاجه، دي سهله جدا مش محتاجه اي براعه في عمايلها. شايفين اهو، باخد غرزة من تحت كده خفيفة، دي مش محتاجة براعة او تكنيك معين في الخياطة، لا 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 سهلة جدا، يعني يعتبر من الجزء اللي ورا شايفين بتبقى زي نقطة باينة كده، او ممكن تبقي اشطر مني وما تبينيهاش اهي. شايفين ما يعتبر الخياطة والخيط ابيض مش باين. هكمل كل الجزء ده على كده ونشوف هنعمل ايه تاني. ودلوقتي بعد ما عملت المكان اللي انا هعمل فيه الاستك زي ما انتوا شايفين، الخياطه هي دي من جوه ودي من بره مش باين زي ما اوريكم بنعملها ازاي.
وطبعا لو بخيط لون هيبقى افضل. وهنعمل لها استك بقى، سايبه مكان عشان ادخل منه الاستك. الاستك ده المفضل بصراحه، في بيدي نتيجه كويسه لما تعملي الجيب او بنطلون كده من فوق. فالمفروض ان انا هدخل الدبوس كده وادكك بيه هدكك بيه الجيبه من فوق، سايبه مكان اهو. بس انا الاستك ده صغير جدا وما عنديش دلوقتي، بس هتصرف. انا عندي استك تاني هشغله برضو، استك زي ده يشتغل او اي استك يشتغل بقى الموجود عندك المتاح. انا قيسته على قدي وهطبقه اتنين عشان يبقى متين وكويس بالشكل ده، وامسكه من النص كده وادخل في الدبوس عشان اكمل وادخله في كأننا بنعمل استك لبنطلون عادي خالص اهو. خلصت، عملت الاستك في الجيبه، هربطه زي ما بنربط عادي. انا قلت لكم ان انا عاملاه مجوز كده عشان الجيبه تبقى استكه حلو، مش طري تسقط منا واحنا ماشيين، لا لا لا، تبقى متينه وحلوه حتى لو مش باستك مخصص للجيبه، لا حاجه كده اعملي الحاجه عشان تمشي بيها وانت واثقه في نفسك، مش تبقى حاجة قديمة من الدولاب ومستعملها بقى وكلام من ده، لا لا، احلى جيبة تعمليها واحلى حاجة من صنع ايدك بإعادة التدوير والهدوم اللي موجودة عندنا في الدولاب اهي. شايفين بقى يا جمال الجيبة، ولا باين خياطة من بره ولا حاجة، واسهل ما يكون زي ما قلت، وشيك جدا وطالعة دلوقتي. بكده الفيديو انتهى، بتمنى ينول اعجابكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو في اي سؤال اكتبوه في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.